السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار 9:30 من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. وزارة الصحة تجدد الدعوة للطلاب والطالبات لأخذ اللقاح المضاد لكورونا قبل بداية العام الدراسي. الجهات الرقابية تكثف جهودها للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرار منع دخول غير المحصنين للمنشآت العامة والخاصة. تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء. حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس، ليتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم، حيث أن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن إجراءات الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات التعليم العام، حيث ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، وللمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70% من سكان المملكة بجرعتين أو 30 من أكتوبر المقبل أيهما يسبق. أعلنت وزارة الصحة أن نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة بلغت نحو 24%. هذا وتجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 27,700,000 جرعة، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 19,162,000 شخص، فيما وصل عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية إلى ما يزيد عن 8,565,000، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاح في مختلف أنحاء المملكة. تكثف بلدية الخبر جولاتها الرقابية على كافة المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من التزامها بتنفيذ قرار منع دخول غير المحصنين إليها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا من الخبر مراسل أخبار السعودية الزميل سلطان الطولاني. أهلا بك سلطان، بداية انقل لنا مدى التزام الأسواق في الخبر بقرار منع دخول غير المحصنين إليها. مساء الخير، اليوم هو ثاني أيام سريان تطبيق قرار منع دخول غير المحصنين إلى المجمعات والمنشآت، طبعا تحت رقابة مشددة يحدثنا عن تفاصيلها مساعد بلدية خبر للخدمات الأستاذ موسى العنزي. حياك الله أستاذ موسى. يا هلا ومرحبا، حياك الله أستاذ موسى. حدثنا عن كيف تتم مراقبة الأسواق في الوقت الحالي. منذ وصول القرار بمنع دخول غير المحصنين للمجمعات والمنشآت التجارية، قامت بلدية الخبر بتكثيف الجولات، حيث تتجاوز عدد الجولات اليومية 300 إلى 350 جولة يتم خلالها متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن أهمها عدم السماح بدخول غير المحصنين للمجمعات والمنشآت التجارية. كم عدد الجولات الرقابية التي تتم يومياً؟ هناك 300 إلى 350 جولة مجدولة، إضافة إلى جولات مكثفة على فترات مسائية وأوقات متأخرة برضو. هل تم رصد مخالفات في هذا الشأن حالياً؟ منذ الأمس إلى الآن رصد تقريباً مخالفتين، وبلدية الخبر ركزت في البداية على التوجيه والإرشاد والتحذير والتنبيه والإنذار، ومن بعد ذلك سيتم اتخاذ تطبيق الإجراءات تطبيق الغرامة التي نص عليها النظام. ما هي العقوبات اللي تصدر بحق المخالفين؟ هناك غرامة مالية تقدر ب10,000 ريال للمرة الأولى، إضافة إلى إغلاق المنشأة. طيب، في بعض الحالات يكون فيها تسلل مثل المجمعات، هل تلقيتم بلاغات في هذا الأمر؟ وردتنا بلاغات من عدد المواطنين وتم التعامل معها ومعالجتها على الفور. ما هي رسالتكم للمجتمع في الوقت الحالي؟
اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وعدم الذهاب إلى المنشآت التجارية إلا بعد أخذ اللقاح ومتابعة التعليمات التي ترد وزارة الصحة، والحرص على تطبيق البروتوكولات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على مصلحة الجميع. شكرا لك أستاذ موسى، يعطيك العافية. نعم، أود أن أشير إلى أن أمانة البلدية نفذت خلال السبعة أيام الماضية أكثر من 9300 جولة رقابية، تم من خلالها رصد 400 مخالفة وإغلاق 35 منشأة في المنطقة. نعم، الزميل سلطان طولاني مراسل أخبار السعودية من الخبر، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 527877 إصابة، من بينها 10624 حالة نشطة، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1434 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1620 حالة تعافى جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 508994 حالة تعافى، فيما سجلت 10 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8259 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. حذرت النيابة العامة المسافرين القادمين إلى المملكة عبر أي منفذ من غرامة قدرها نصف مليون ريال إذ لم يفصحوا عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، وذلك وفق نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول. ودعت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول إلى الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع دخول الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة. تواصل المملكة تحقيق نجاحاتها الداخلية والخارجية والحفاظ على أمن الوطن إلى المساعدة في القضاء على جائحة كورونا والدفع بالاقتصاد والحفاظ على بيئة الأرض، انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه محيطها العربي والإسلامي وباقي دول العالم. دولة عظيمة بعقيدتها، عظيمة بقيادتها وأبنائها، كلما زادت التحديات والمخاطر زاد تلاحمها وفاق نجاحها التصورات. الدولة الأولى في مواجهة جائحة كورونا، والأولى في إسقاط مئات الصواريخ والمسيرات، في المرتبة الأولى في إنتاج النفط وضمن مصاف أقوى 20 اقتصادا في العالم، الأولى في محاربة الإرهاب وآفة المخدرات، والتاريخ يشهد على براعتها في حربها ضد الفساد. فالوطن أولا ثم تتعاقب الاهتمامات. النجاحات التي تحققت للمملكة العربية السعودية في المرحلة الجارية جاءت لاعتماد رؤية المملكة 2030 وما تحمله من مبادرات، وبفضل إجراءات ومراجعات التشريعات والتنظيمات التي اتخذت، إضافة إلى الحرب على الفساد التي شنتها الدولة على الفساد والمفسدين، إضافة إلى اعتماد جودة الإنفاق على مشاريع الدولة، ثم أيضا الإيمان التام من الشعب بما قامت به الدولة من قرارات، وتفاعل الشعب بكل فئاته مع هذه القرارات وإيمانه القوي بأن هذه القرارات تصب في مصلحته. كانت ولا زالت تقف مع الشعوب العربية عبر قنواتها الرسمية، فاليوم تقدم الغذاء والدواء لماليزيا وتونس والأوروغواي وغيرها الكثير في أصقاع المعمورة، من منطلق مكانتها العالمية ورسالتها السامية. ومع كل هذه التحديات تسطر الدولة النجاحة والنجاح، فها هي تبادر نحو استقرار المناخ في زرع مليارات الأشجار، وتتبنى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، وتستثمر في الشركات الصديقة للبيئة، وبرعت مؤخرا في التقنية والذكاء الاصطناعي في خطوات ثابتة نحو الثورة الصناعية الرابعة، وفي مراكز متقدمة في الأمن السبراني. رسالة من مواطن سعودي، وبفخر كل كيد وتربص يدفعنا بسرعة عالية واثقة نحو المراتب المتقدمة في شتى المجالات، فأبناء الوطن خلف قيادتهم بعقيدة راسخة تجيد تحويل المخاطر إلى مكاسب. هدفنا القريب المعلن رفع جودة الحياة في المملكة لتعيش الأجيال الحالية والقادمة الحياة التي تستحقها، ومرحبا بالمعتمرين والسياح. دول تئن من آثار جائحة كورونا، ودولتنا
ترحب بالسياح والمعتمرين. محمد العوفي، الرياض. دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة الوجه لتواكب التطور الذي تشهده محافظات الساحل. نتابع. على هزيج العرضة ووسط احتفاء من أهالي محافظة الوجه، دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود عددا من المشاريع التنموية التي تم تدشينها في الوجه في درء أخطار السيول وسفلتة وإنارة بعض الشوارع وتحسين المحاور الرئيسية في المحافظة بقيمة إجمالية وصلت إلى 28,600,144 ريالا، كما دشنت منظومة تحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 مترا مكعب من المياه المحلاة يوميا. كل هذه جزء أساسي من رؤية 2030 اللي أقرها خادم الحرمين الملك سلمان، واللي يقوم على إشراف عليها وتنفيذها سيدي ولي العهد. وهذه الحقيقة ما سيشهده الساحل وهذه محافظات الساحل بالذات سيكون نقلة تاريخية للمنطقة ولأبناء المنطقة. وهذه المشاريع الضخمة المقصود فيها والإنسان السعودي. تعتبر محافظة الوجه من المحافظات التي تخطو نحو المستقبل وتحتضن مشروع البحر الأحمر الذي تم تدشينه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. للأخبار فهد الحمود، الوجه. استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة وسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا تعاون بين المملكة وفرنسا وذلك بالعاصمة باريس، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات، إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخرا في الرياض. ومن باريس إلى لندن، حيث تواصل المملكة مساعيها في بحث الفرص لتطوير قطاع الفضاء ومجالات الابتكار والتقنية. نمط من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية المرتبطة بالفضاء الكوني يسهم في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاضطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان. يقدر حجم صناعة الفضاء ب 400 مليار دولار في عام 2019، ومع تزايد حجم السوق يتوقع أن يتخطى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2050، وذلك لتمتعه بحجم استثمارات مهول يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد العالمي. وفي ظل سعي المملكة المتواصل لتعزيز الإيرادات غير النفطية واقتحام مجالات اقتصادية جديدة ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز حضورها في سوق اقتصاد الفضاء العالمي، ناقشت المملكة أمام الشركات البريطانية العاملة في مجالات الابتكار والتقنية والفضاء الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزات التنافسية التي تحظى بها كمنصة رقمية ولوجستية وإمكانياتها في مجال البحث والتطوير واقتصاد الفضاء. وضمن رؤية المملكة 2030 تسعى أن يسهم قطاع الفضاء في ازدهارها من خلال تطويره وتنظيمه وتحقيق إنجازات رائدة تنعكس على الاقتصاد المحلي وتخلق قطاعات وأسواق جديدة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أبناء الوطن يفوزون بأربع جوائز في الأولمبياد الدولي للكيمياء 2021، وفيها أيضا قرية الموسى بالباحة إرث للأجداد وكتاب مفتوح للتراث الوطني. أهلا بكم من جديد. كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن آليات استقبال الشكاوى بشأن خدمات المياه،
وأوضحت الوزارة أنه من أجل حماية حقوق المستهلكين في قطاع المياه، فقد تم إطلاق منصة إلكترونية لمنظم المياه تمكن المستهلكين من تصعيد شكاوى المياه والصرف الصحي على مقدم الخدمة في حال عدم الرضا عن نتيجة حل الشكوى المرفوعة إلى مقدم الخدمة. وبيّنت أن تصعيد شكاوى المستهلكين إلى المنصة الإلكترونية يتطلب الرفع بها أولاً إلى مقدم الخدمة. سعياً لتقديم خدمة طبية أفضل للأمهات والأطفال الرضع، يستمر مركز صديق الطفل بمركز خالد الطبي بجدة بتقديم جملة من الخدمات والاستشارات الصحية للعناية بصحة الأطفال. العناية النوعية بالأم وطفلها الرضيع هنا في مركز خالد الطبي التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، جعلت منه المركز الوحيد الحاصل على لقب المركز الصديق للطفولة على مستوى المحافظة. مركز صحي خالد النموذجي اعتمد صديق للطفل بعد تطبيقه للمعايير تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية المثلى لصغار الأطفال، واللي هي المعايير السبعة، وباجتياز هذه المعايير كان أول مركز على مستوى صحة الجدة يكون صديق للطفل. يقدم القسم الخاص بالعناية بالأمهات والأطفال الرضع هنا استشارات دورية للأمهات حضورية كانت أو عن طريق قنوات التواصل المتنوعة لشمول أكبر عدد ممكن من المستفيدين. العيادة هنا عندنا متجهزة بشاشة، الشاشة هذه تعرض فيديوهات للرضاعة الطبيعية والأوضاع الصحيحة للرضاعة الطبيعية، كمان مجهزة بدمية للتدريب. اهتمام فائق وكادر صحي مدرب هدفه نشر التوعية والصحة العامة لكافة شرائح المجتمع. عبد الرحمن المحضار، جدة. توالت إنجازات الطلاب السعوديين في المسابقات الدولية بتحقيق المنتخب السعودي للكيمياء 4 جوائز عالمية، 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية خلال مشاركة المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم في الأولمبياد الدولي للكيمياء 2021 الذي أقيم عن بعد في اليابان، وذلك من بين أكثر من 315 طالبا وطالبة يمثلون 79 دولة. وبهذه الإنجازات العالمية ارتفع رصيد المملكة من الجوائز في المسابقات والأولمبيادات الدولية إلى 453 جائزة، من بينها 53 إنجازا تحقق هذا العام ب40 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية و13 شهادة تقدير. كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن النصف الأول من عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققا نموا بنسبة بلغت 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وأكد التقرير الصادر اليوم عن المنصة المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقما قياسيا جديدا بما يعادل 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات
الشركات السعودية الناشئة في عام 2020، وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14% من إجمالي قيمة الاستثمار و21% من عدد الصفقات في المنطقة. ضبط مراقبو وزارة التجارة مستودعا مخالفا في العاصمة الرياض يديره وافد عربي، وذلك للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة. كما تضمنت المخالفات المضبوطة منظفات بأسماء تجارية معروفة، وصادرت كمية كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع. أكدت الوزارة أنها أحالت القائمين على المستودع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. ضبطت القوات الخاصة لأمن البيئة 116 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة. قرية الموسى التراثية في الباحة المبنية بالأحجار والأخشاب عاشت لمئات السنين، وعاش فيها الآباء والأجداد والأبناء حتى أصبحت كتابا مفتوحا لحكايات التراث. قرية الموسى التراثية الواقعة في منطقة الباحة، تلك القرية التي تتنفس عبق التاريخ بين جنبات المواقع الأثرية وتحاكي ما كان عليه سكان تلك الأماكن في الماضي، وبين أروقتها تجد التراث العمراني وكأنك تعيش داخل هذا التاريخ العريق. في عندنا في القرية مسجد القرية الأثري، وعندنا في القرية المتحف متحف القرية. جميع الأغراض اللي موجودة في المتحف وجدناها في البيوت أثناء عملية الترميم. أيضا في عندنا المرصد الفلكي، المرصد الفلكي اللي هو مرصد زراعي، يعرفون موسم الزراعة بهذا المرصد. مباني القرية التراثية المبنية بالأحجار والأخشاب التي عاشت لمئات السنين، وعاش فيها الآباء والأجداد والأبناء، واليوم وبجهود رجالها وشبابها تم ترميمها لتصبح كتابا مفتوحا لحكايات التراث. طبعا أهمية البيوت القديمة اليوم أنها تعكس أن لدى هذه المنطقة ومناطق كثيرة في السعودية تاريخ عريق يمتد لمئات السنين. التاريخ طبعا يعكس قديش كان في زراعة، قديش كان في صناعة، كان في بناء، كان في رعي، كان في حضارة كاملة متكاملة، شعوب متعايشة. وأكبر دليل أن القرية هذه عمرها مئات السنين ولازالت محتفظة بنقوشها وزخارفها على البيبان وداخل البيوت وفي الجدران. الفن المعماري القديم بالباحة مؤشر فعلي لحضارة إنسان المنطقة، ومن أبرز ما يميز تلك العمارة القديمة هو اعتمادها على الطبيعة دون سواها. خالد ربيع، منطقة الباحة. انطلقت أعمال مؤتمر التخطيط لتمرير الدفاع الجوي الصاروخي المشترك الذي عقد في مركز عمليات القوات الجوية بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بين مختصين من القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات المشتركة والقوات الجوية الأمريكية. ويهدف التمرين إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة.
وأصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين من خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن. وتمكن المشروع خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2021 من انتزاع أكثر الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر الغير متفجرة، ليصبح إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 265,037 لغما. نشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بعناوينها. وزارة الصحة تجدد الدعوة للطلاب والطالبات لأخذ اللقاح المضاد لكورونا قبل بداية العام الدراسي. الجهات الرقابية تكثف جهودها للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرار منع دخول غير المحصنين للمنشآت العامة والخاصة. تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء. شكرا لكم على طيب متابعتكم، نلقاكم على خير وفي أمان الله.